يعرف باسم الأب لكل ألعاب الفيديو الحديثة، والكثير يعتبره أهم مصمم ألعاب في التاريخ، وهو الأسطورة شيجيرو ماياموتو. بس كيف بدأ هذا الإنسان؟ وإيش هي الخطوات اللي سواها اللي خلت كل من النقاد، اللاعبين، ومطورين الألعاب تشوفه كأكثر صانع ألعاب تأثيرا؟ شيجيرو ماياموتو انولد في منطقة سنوبي، وهي منطقة ريفية في شمال غرب مدينة كيوتو، في سنة 1952. أهله حالهم كان متواضع، وأبوه كان يعمل كمدرس لغة إنجليزية. من صغر ماياموتو هو كان يحب يستكشف المناطق الطبيعية حول بيته. الرجل تخرج من جامعة كانازاوا الفنية بتخصص تصميم معماري، ولا كان عنده وظيفة جاهزة بعد ما تخرج. كان يعشق قراءة المانجا، وكان يبي يصير رسام مانجا. لكن لما نزلت لعبة سبيس انفيدرز على الأركيد، هالإنسان غير مسيرته وصار وده يصير مصمم ألعاب. في الستينات نينتندو كانت شركة صغيرة تبيع كروت لعب، وتوها بادية تطقطق على ألعاب الأطفال. صديق أبو ماياموتو رتب مقابلة لماياموتو مع رئيس شركة نينتندو في ذيك الفترة، هيروشي ياماغوتشي. ماياموتو لعبها صح في المقابلة، واستعرض بعض ألعابه للرئيس، وبعدين وظفه كمبتدئ في قسم التخطيط للشركة. ومن هنا صار الرسام الأول لنينتندو، وبرضه ساعد في صنع الرسومات لأول لعبة أركيد للشركة اللي اسمها شرف. أول لعبة عمل على تطويرها في الشركة كانت لعبة ريدر سكوب، وحققت نجاح مقبول في اليابان. بينما في الولايات المتحدة الأمريكية فهي فشلت فشل ذريع، وما حد شراهم. شركة نينتندو كانت على وجه الإفلاس. وفي محاولتهم لإنقاذ الشركة، هيروشي ياماغوتشي قرر بأن كل أجهزة الأركيد التابعة لريدر سكوب لازم تتحول إلى لعبة جديدة، وأمر ماياموتو يتكفل في تطويرها. وقال مرة ماياموتو في مقابلة بأنه تم اختياره لأنه ما كان في شخص ثاني يشتغل غيره في ذيك اللحظة. ماياموتو كان يحاول يفكر بقصة تشبه مسلسل باباي، بحيث في شخصين، واحد يخطف الحرمة دائما والثاني دائما ينقذها. فمن هنا بدأت تتجمع فكرة لعبة دونكي كونغ. ماياموتو كان عنده طموح كبير لهذا المشروع، لكن ما كان عنده أي خلفية في البرمجة، فعشان كذا ركز على صقل فكرة اللعبة في رأسه، وكان دائما يستشير بالمبرمجين إذا كانوا يقدرون يطبقون الأفكار اللي في رأسه، مثل أحجام الشخصيات تكون مختلفة، طريقة حركتهم تكون مختلفة، وكيف لازم طرق تفاعلهم برضو تكون مختلفة. هذا غير تواجد منصات مائلة مع سلم وبراميل كصعاب للشخصية لازم يتفاداها. وبعد ما بنوا هذه الأفكار، طلب من المبرمجين الأربعة على اللعبة في صنع مراحل مختلفة. دونكي كونغ حققت نجاح كبير، وخلتهم ينزلون لها جزئين زيادة، وبعدين نزلوا لعبة ماريو بروز اللي كان فيها الظهور الأول لشخصية لويجي. في سنة 1983 نينتندو أطلقت جهاز العائلة اللي يعتبر أكثر جهاز مبيعا في وقته. أعمال ماياموتو على هذا الجهاز كثيرة، لكن أكثر لعبتين كان لهم تأثير على الجهاز والصناعة بشكل عام هم سوبر ماريو بروز وذا ليجند أوف زيلدا. هدف ماياموتو في اللعبتين هو كان التركيز على أسلوب اللعب. ماريو كانت لعبة خطية تخليك تمشي بخط مستقيم وتنجز وتعدي من كل الصعاب اللي تواجهها، بينما ذا ليجند أوف زيلدا كانت غير خطية، ومن بداية اللعبة تقدر تروح لأي مكان تبيه وتحاول تحل كل الاحتياجات والألغاز اللي تواجهها. عن طريق زيلدا، ماياموتو قال بأنه حب ينقض إحساس المغامرة اللي حس فيه لما كان يسافر اليابان بدون أي خريطة، وكيف أنه تفاجأ كل ما شاف شيء مبهر ما كان يدري عنه، وقال من هذه اللحظة عرفت إحساس المغامرة. في التسعينات ماياموتو صار رئيس نينتندو EAD، وهو الفريق اللي تكون لما نينتندو قررت بضم كل فرق التطوير والبحوث المختلفة عندها كفريق واحد. ووقتها عمل على تطوير عناوين عديدة مثل سوبر ماريو وورد وسوبر ماريو RPG اللي أخذت توجه مختلف عن اللي يبيه ماياموتو، وكانت تطور بشكل رئيسي من شركة سكوير مع مساعدة من نينتندو. غير هذه الألعاب، فهو أيضا عمل على لعبة The Legend of Zelda A Link to the Past اللي وضعت أسس ألعاب زلدا اللي نشوفها حتى هذا اليوم في ألعاب السلسلة. لما جاء وقت تطوير النينتندو 64، فهو أخرج أول لعبة على هذا الجهاز، وكانت سوبر ماريو 64. ماياموتو هو اللي صمم فيها الشخصيات ونظام الكاميرا اللي تقدر تتحكم فيها، وهذا كان شيء سابق وقته ذيك الأيام. بعدها نينتندو خذت كل شيء تعلموا عليه من تطوير سوبر ماريو 64 وطبقوه وعدلوا عليه بشكل كبير في The Legend of Zelda Ocarina of Time. هاللعبة كان لها 5 مخرجين، كل واحد منهم مع فريق متكفل في تطوير جزئية معينة من اللعبة، وكل ما ضاعوا ولا طولوا في التطوير يزورهم ماياموتو منتج اللعبة ويقعد يشجعهم ويوجههم على الطريق السليم. مع جهاز النينتندو 64 ماياموتو ابتعد عن عمله على الألعاب كمخرج، وصار بشكل رئيسي منتج على أغلب الألعاب. طبعا كل شيء يمر عليه، لكن أعطى فرصة للمطورين اللي تحته حتى يطلقون إبداعهم مع توجيهات منه على اللعبة إذا جابوا العيد في شيء أو قدموا شيء ما يعطي إحساس ألعاب نينتندو. ماياموتو استمر على هذا النظام مع أجهزة الجيم كيوب، الوي والدي إس، عمل كمنتج على كثير من الألعاب اللي صدرت على هذه الأجهزة. طبعا هذا ما يعني أنه مرات يتحمس وحب يطلع لنا بأشياء جديدة، مثل لعبة بيكمن اللي بدأت مع الجيم كيوب اللي كانت مستوحاة من وقته وهو يزرع في حديقة بيته. على الوي كان له دور مهم في تطوير الجهاز، وكان مشجع للعب الحركي والألعاب اللي تساعد في تكوين علاقات بين أفراد العائلة مثل وي سبورت ووي فت.
على جهاز الويو والسويتش أيضا استمر بدوره كمنتج على الألعاب مثل لعبة ماريو أوديسي والعديد من ألعاب هالجهازين. مايموتو ونينتندو بشكل عام ما يعتمدون على وش الشيء الناجح حاليا أو الترند الحالي، نظامهم هو إذا كان مايموتو ونينتندو مستمتعين باللعب فالباقيين راح يستمتعون مثلهم، وضرب المثال في لعبة بوكيمون بحيث مطور اللعبة ساتوشي تاجيري صنع اللعبة لأنه كان حاب ومغرم في فكرة اللعبة أكثر من صنع شيء يبيع أو يكون مشهور، ويقول هذا الإحساس اللي مفروض يجي للمطور وهو يطور اللعبة. مايموتو يبغى اللاعبين يحسون بشيء اسمه كيوكان، وهذا يعني بأن اللاعب يحس بنفس الشعور الفرح اللي جاء المطور لما عمل عليها. وأسلوب فلسفة مايموتو ونينتندو في تطوير الألعاب مختلف تماماً عن المعتاد. أغلب الألعاب يتم تخيل قصتها والشخصيات والأحداث الملحمية بعدين يتم تحويلها إلى لعبة، بينما نينتندو ومايموتو فلسفتهم في تطوير اللعبة تكمن في كونها ممتعة، وعشان كذا أول شيء يطورونه هو أسلوب اللعب. وإذا كان أسلوب اللعب والحركة في اللعبة ممتع بمجسمات ما لها شكل أبدا، يبدؤون هنا يبنون عالم اللعبة وقصته وتبدأ عناصر اللعبة تتكون بشكل عكسي. مايموتو حقق نجاحات عديدة في مسيرته وصنع سلسلة باعت مئات الملايين من النسخ وكسب عدد من الجوائز، مثل كونه أول شخص يدخل الهول أوف فيم التابع لأكاديمي أوف إنتراكتيف آرتس أند ساينسز، وفي 2006 صار فارس في أوردر أوف ذا آرتس أند لترز في فرنسا اللي شافته شخص مهم في إنجازاته للفن، وأخيرا في 2019 صار أول شخص في صناعة الألعاب اللي كسب الجائزة اليابانية Person of Cultural Merit اللي يأخذونها أشخاص اللي ساهموا في تعزيز الثقافة اليابانية وتطويرها. لمسة مايموتو على صناعة الألعاب ميب بسيطة، وتواجده غير الصناعة وألهم الآلاف من الأشخاص حتى يصيرون مطورين ألعاب. نتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، وإذا عندكم مطور ثاني حابين تتعرفون عليه أكثر اكتبوا اسمه بالتعليقات. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.